باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كلنا عارفين مثل الابن الضال في لوقا 15، ولوقا 15 ده كان عبارة عن ثلاث حاجات بتتكلم على التوبة والرجوع لحضن ربنا. كان فيه الخروف الضال، وفيه الدرهم المفقود، وفيه الابن الضال. وكلنا عارفين حكايته، إن راح لأبوه وقال له اديني نصف المال بتاعي، اللي هو يعني أنا وأخويا هنقسمه. طبعا الكلام ده غلط، محدش يورث أبوه بالحياة، لكن ربنا بيحترم الإرادة والحرية الإنسانية، فاداله نصيبه من المال اللي هو مش مفروض يكون نصيبه. راح أنفقه على الزواني وعلى عيشة بطالة، وبعدين احتاج في الآخر خالص، فزلوا الشيطان وقعدوا في مزرعة الخنازير، وكان بيشتهي إن يأكل الخشب اللي بتاكله الخنازير. الخرنوب ده حاجة زي الخروب بس مش خروب، بيبقى طويل شوية وملوش طعم، وعشان الخنزير بيأكل أي حاجة، وده ما كانش ليه تمن، فكان يرموه للخنازير. وصل بيه الحال إنه سيء قوي، رجع لأبوه. المفاجأة بقى بتاعت الحلقة بتاعت النهاردة، إن أنا مش جاي أتكلم معاكم على الابن الضال، لا، أنا جاي أتكلم معاكم على أخوه. أخوه بقى اللي هو الأخ الأكبر، الأخ اللي هو أخو الابن الضال. فاسمحولي عشان إحنا كلنا عارفين القصة بتاعت الابن الضال، بس عاوز أركز على أخوه، فهقرأ شوية أعداد من إنجيل معلمنا ماري لوقا الإصحاح 15. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات الطرب والرقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا، فقال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه ويطلب إليه. يعني أبوه خرج له وقال له تعالى يا ابني خش جوه البيت. فأجاب وقال لأبيه ها أنا أخدمك سنين هذه عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. تكلم على شخصية مش عارفين اسمها، لكن عارفين لقبها، اللي اللقب بتاعه أخو الابن الضال أو الأخ الأكبر للابن الضال. تعالوا بقى نشوف الدروس اللي ممكن نطلع بيها من شخصية أخ الابن الضال. طبعا احنا عارفين خطية الأخ اللي ورث أبوه بالحياة وأنفق كل عيشته، لكن احنا مش جايين نركز عليه، احنا جايين نركز على أخوه. أول خطية إنه غضب. يعني ايه غضب؟ ازاي ابويا يقبل اخويا؟ شايفين احساس الادانه؟ شايفين احساس الغضب؟ ده ما يستاهلش، ده كان عاوز كسر رقبته، ده المفروض لما كان يدخل كان ابويا يطلع العبيد ويطردوه بره ويقولوا له ما تخشش. ده يا ريت حتى لو كان ابويا حنين كان دخله وكان عامله معامله العبيد، ده كان مكانه في الحظيره، لكن يجيب له لبس جديد ويأكله ويشربه ويلبسه خاتم ويحط حذاء في رجليه، وكمان يذبح له العجل مسمن، يعني اللي هو ايه اكبر طور او اكبر عجل في البيت، يعني ممكن يكون يرمي لحم يعني، ما لقاش الا ده كمان يذبحه. يا نهار ابيض، الغضب يا جماعه خطيه صعبه قوي، تعمي صاحبها عن المحبه، تعمي صاحبها عن عمل الخير، تعمي صاحبها عن وصية ربنا وقلب ربنا. أوقات كتيرة قوي الغضب بيكشف قساوة قلبي. يعني إيه بيكشف قساوة قلبي؟ يعني أنا الحقيقة بدل ما يكون قلبي حنين على أخويا، أنا كنت مستخسر فيه ومتضايق من أبويا إزاي عمل كده. فأول خطية هي خطية الغضب، وعبر عنها أنه حرن. عارفين يعني إيه حرن؟ يعني فضل واقف بره مش عاوز يخش جوه. بس يظهر النهاردة كده أخدنا القراية والمقدمة وخطية واحدة من خطايا الابن الأكبر، لكن ده لسه ليه خطايا كتيرة قوي. اسمحولي نفضل فاكرين اللي قلناه النهاردة، علشان هنبني عليه بكرة بقية خطايا الابن الأكبر.